مباراة الزمالك والترجي، رأيك في طاقم التحكيم اليوم وأداء الحكم النهارده في المباراة؟ بص، هو حكم الكاميروني حكم داخل نخبه جديد، هو بديل كان فاكر رقم 2 في الكاميرون، حاليا بقى رقم 1 بعد اعتزال الحكم الكبير اليوم نيانت، او اليوم الحكم الكاميروني الشهير اللي كلنا نعرفه في مصر. خبرات الحكم لسه ما وصلش للمستوى اللي كان فيه الحكم اليوم. النهارده المباراه مش هنتكلم على اي حاجه فيها الا الخطا الكبير اللي موجود في المباراه، ركله جزاء اللي تم احتسابها لنادي الزمالك. سيف الجزيري نجح في خداع الحكم وحصوله على ركله جزاء. لاعب الترجي، المدافع الترجي، مفيش ماسك، مفيش دفع، مفيش اي خطا من الاخطاء اللي ممكن يعاقب عليها لاعب الترجي. وبالتالي الحكم احتسب ركله جزاء غير صحيحه لنادي الزمالك. كان المفترض القرار في اللعبه دي ركله حره غير مباشره وانذار للاعب نادي الزمالك اللي كان قايم يقول له انا مش قاصد، يعني كان لاعب الزمالك قايم لما الصفاره طلعت كان متخيل ان في انذار الحكم هيديهوله، ولكن الحكم احتسب ركله جزاء في قرار غير صحيح من حكم الكاميرون. صحيح. طيب كابتن جهاد، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كالعاده بنستفيد من حضرتك، بشكرك شكرا جزيلا، خبيرنا التحكيمي الكبير.